تو فاكس اشي اقرأ اقرأ بفاكس اشي اقرأ هيا انا تقرا لي فاكس اشي عايز هيا تفضل نعلمكم أن السيد الوزير سيزور الجهة وذلك بغضون شهر حالي يسبق فريق التلبسي وطني المرغوب تيسير مهمة هذا الفريق التلبسي حتى يتمكن من القيام بمهمته على أحسن وجه والسلام سيلفي تون وقيل الوزير مش يجيبها سيلفي تون أشكر يا عيال أشكر يعني اجري فيسا تو تمشي حالا وتلم اعضاء اللجنه على الضوء فيسا هز هز فيسا هز شي جمعه هيا هز شي جمعه اسمك لها اعطى دروج عيا فيسا يجري عيا بدل فتش عيا اجري فيسا على وزير جاي ما تدورك يا عيا تو دورك زيد مشي تو لا اعمل دور هكا بعد عيا 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 امشي امشي يا عيال اجبد القابز واكتب محضر جلسة ونحيلك العجل بخطة بس بي جميعا بس بكم الخاص اليوم بالسلط بعدت لي فاكس تعلمني فيه اللي السيد الوزير جاي لي هون يسبق فريق تلبسي وطني ولهذا الغرض اوكلت الي مهمة السهر على هذه المأمورية الصعبة يعني ما يشبكمش زاد السيد الوزير الى جهتنا هذه هو مازال ما كملش حديثه وعمك ابراهيم الفلاح داز الباب ودخل هو مازال توصل لعمك ابراهيم حمد بين السلام عليكم أستمع سيدي مولى ناس هاكم فاز زعتون وعم ابراهيم الفلاح هذايا عضو مساعد لسيفي توري مكلف بجمع التبرعات في كل المجالات خطوة سيفي توري على دخول فضل قضي حاج نعلمك يا سي ابراهيم اللي في المدة الأخيرة الفارقة جاية جاينا سيادة الوزير كذلك جاينا التلفزة تصور قال عم ابراهيم لا في توري تسمحني التلفزة بتاعنا أمانة جزيرة يا ابراهيم وهذه فرصة حتى باش نحطوا اليد في اليد ونتنظموا وأنا شخصيا نقترح أول شيء يلزم نعملوه يلزم كل شيء يخسر